بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحباب إخواني وأخواتي، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. العملات طبعا التذكارية ليها قيمتها يا جماعة، مش هقعد أقول في كل فيديو. اللي معاه عملة تذكارية حافظ عليها، حاول تلم من كل عملة يا جماعة، واحد واتنين، عملة من هنا وعملة من هنا، من نص جنيه عملتين تلاتة، ومن جنيه عملتين تلاتة، ايه المشكلة؟ كل دول 20 عملة ودول 20 عملة تذكارية، هتلم من دول يعني تلاتة يبقى 60 عملة، ودول 60 عملة ايه يعني 120 جنيه، 100 جنيه، وعينهم في جنب خالص وهنحتاجهم والله. هنشوف الأسعار زي ما احنا متعودين الجديدة في الكتالوج العالمي للعملات 2022، والكتالوج ده لسه نازل جديد. انا الدور دي هتلاقيه عشان الدولار زاد وعشان الكلام ده زاد، والعملات البلاستيك كده كده هتتعمل لان البنكنوت بتكلف والورق بتكلف وبتبهدل بسرعه انما البلاستيك هيعيش العمر كله وهيفضل حتى بتغسل ما بيحصلوش حاجه. فهنشوف، وهجيب لكم موثق كمان من الكتالوج، جايب لكم صفحه من الكتالوج، مش هجيب لك الكتالوج كله طبعا لان لا يمكن العملات، لان موجود في عملات العالم كلها وانا شرحت الكلام ده في كل فيديو قبل كده. تمام، العمله اصلا بيبقى معمول فيها صفحتين ثلاثه، مش هقعد انا اجيب لك صفحتين ثلاثه واقول لك اهوت وبتاع عشان ايه تصدقني. تمام يا جماعه، خدهم حتى ثقافه عمله، خدوا العمله دي حياه كريمه، جنيه حياه كريمه، تطوير الريف المصري هنتكلم عليه ونشوف اسعارها ونشوف الكلام ده كله ونشوف بتعمل ايه، لان انتوا قلتم وطلبتم اعمل لكل جنيه فيديو لوحده يعني ايه منفصل، ما اعملش ما لمهمش مع بعض والكلام من ده. قلت لكم حاضر. فهنشوف دلوقتي، ادي صفحة الكتالوج اهي اللي انا جايب لك اختصار، جايب لك يعني من صفحة جزء ومن صفحة جزء ومن صفحة جزء، لان ما هو مش معقولة يعني الصفحة بتبقاش جاية عاملة كده. تمام، متباع بكام يا جماعة؟ ادي يا جماعة، ومعروض منه على ايباي يا جماعة، حتى تلاحظ في الصفحة مكتوب تحت ايباي، خدت بالك؟ قال لا الناس ما فيش الكلام ده يا جماعة، متباع اهوت يا جماعة بكذا، ب 165 دولار ب 1 دولار و65 سنت، متباع ب 1 دولار و93 سنت، ب 1 دولار و98 سنت، ومتباع ب 1 دولار و50 سنت. يعني انا ما بقولكش باع يا عم الحاج، بجيب لك كل شيء في الكتالوج زي ما انت شايف قدامك اهو. العمله دي من نحاس قد كذا في الميه، من زنج قد كذا في الميه، من فولاذ قد كذا في الميه، من الومنيوم قد كذا في الميه كده، من يعني نيكل كروم قد كذا في الميه، يعني كل شيء بالتفصيل عن العمله، وجايب لك 5 6 صفح عني انا مختصر لك بس، وجايب لك من هنا جزء ومن هنا جزء عشان تصدق بس. ادي الكتالوج قدامك اهو. طبعا هتقول لي مش عارف ايه ومحدش بيشتري دلوقتي، طبعا محدش هيشتري دلوقتي عملات لان الناس في ايه ولا في ايه يا جماعه، على العالم كله الناس مش لاقيه تاكل، والاقتصاد تعبان في العالم كله، الناس مش هتدور على عمله دلوقتي يا جماعه قديمه او عمله جديده وتقول لك اروح ادفع في دي 30 جنيه و20 جنيه والكلام ده وهي مش لاقيه تاكل، ولا انا غلطان؟ فخلينا عاقلين شويه، نعين العملات دلوقتي الوقت شويه وكله هيحتاج. والله العظيم العملات دي هتتباع زي من العملات القديمه يا جماعه، اتباعت اللي هي من 100 سنه، الجنيه ابو جميلين والجنيه اللي بعده وجنيه الفلاح وجنيه مش عارف ايه والنص جنيه والربع جنيه الورق ومش عارف القديم والكلام ده كله، والعملات الملاليم والعملات بتاع الملك فؤاد والملك فاروق، مش عملات دي اتباعت بالوفات ولا ايه يعني؟ طيب العملات دي اصبر شويه، ما تبصش تحت رجلك دلوقتي، بلاش انت تبيع، ابنك هيبيع، بنتك هتبيع، احفادك هيبيعوا، يا اخي ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ خد المعلومات يا عم بتاع العمله يا عم بتاع بلدك واعرف، ما انت بتعرف عملات العالم كله، ما العالم، ما انت بتلم عملات العالم كله، ما العالم كله برضه بلم عملاتك، برضه بلم العملات ومسيرك هتباع وتتعطور وتباع لحد. تمام، نعرف بقى العمله دي بتعمل ايه في الكتالوج، ونعرف وزنها ايه والكلام ده كله، عدد الصك منها والحاجات دي. دي اهي 1 جنيه حياه كريمه اهي. تمام، تطوير الريف المصري الجديد، دي من معدنين برضه ماشي، نحاس ونيكل. بها اخطاء؟ ايوه بها اخطاء، مش هنتكلم عن الاخطاء، احنا بنتكلم عن العمله سعرها العادي خالص. الاخطاء بتزيد، في اخطاء شائعه واخطاء نوادر. الاخطاء الشائعه دي ما تسويش كتير يعني، هي يعني هي يا العمل لانه متواجده كتير، مش هتزيد 5 جنيه عن الحقيقه يعني سعرها الطبيعي، انما لو هي نوادر يعني في منها عمله حديد بس، وكم واحد 20 لواحد لحد دلوقتي ورينا العملات دي في السنوادر تستاهل دلوقتي وتتباع وتجيب فلوس، بس اما نشوف هيظهر كتير ولا لا. في منها نحاس فقط، في منها انحدار عمله فيها قشط، فيها مش عارف ايه، في عمله معكوسه هنا وهنا، في تاريخ مش موجود، يعني عملات الاخطاء كتير. وقلت لكم ابعتوا لي الاخطاء على الواتس ومحدش بيبع، اعرضها لك ما دام مش عارف تعرض عملتك. وفي ناس باعت كتير من على القناه عملات اخطاء وبتاع وده، والناس طلبوها وخدوها، انت حر، انا بعرض لك ما دام مش عارف تعرض. قال لا هساعدك ايه اكتر من كده، ده انا بعمل لك اعلان لعملتك، عايز ايه؟ فالعمله دي يا جماعه زي ما قلنا تمام، ديت العمله دي لو لقى حد منها حديد او كلام من ده يبعت لي بس العمله دي عشان اصورها ويصور لي فيديو لها عشان اعرضها على القناه. العمله دي وزنها 8.5 جرام، القطر بتاع 25 مللي، السمك 2.6 مللي، عدد القطع 10 مليون قطعه، وفي ناس بتقول 15 مليون. الكتالوج جايب
حوالي يعني ايه 15، وفي جايب برضو صفحة تانية بقول برضو ممكن يكونوا 10 مليون، المهم 10 او 15 مش هتفرق. ده سعرها يا جماعة في الكتالوج زي ما احنا بنقول. يا عم ابدأ بيعها بكام؟ ابدأ بيعها ب20 جنيه، ابدأ بيعها ب25 جنيه، بيعها ب5 جنيه، بيعها بجنيه زي ما هي، انت حر، ده عملتك وانت حر فيها. بقول لك اصبر على العملات، واصبر على العملات التذكارية، كده كده هتجيب فلوس. هتقول لي بقى مش عارف انا معايا 100 عملة تاخدهم بربع الثمن، انا معايا مش عارف 200 عملة تاخدهم مش عارف، انا ما بشتريش وانا مشتاج، وحد في الدنيا بياخد 200 عملة؟ حد في الدنيا بياخد 50 عملة مع بعض؟ بنقول احنا الناس مش لاقية تاكل وانت تقول لي خد 100 عملة؟ لا مش عارف ايه، انت بتقول اي كلام، لا انت مش عارف بتتكلم نصب في نصب، لا انت بتتكلم مش عارف ايه في ايه. يا جماعة والله خد يا اخي معلومات فقط يا سيدي، ما بقولكش بيه، ما بقولكش تسوى، ما بقولكش ما تسوى، ليه الهجوم الشديد دي؟ انا هطلع عصاية سحرية واشتري عملتكم؟ سبحان الله، ما احنا بنقول فيها اهو. قال لا يا جماعة، الصبر الصبر الصبر، مش هقعد اقول اكتر من كده خالص. تمام، اتمنى ان اكون بفيدكم، اتمنى ان اكون بفيدكم واجيب لكم كل جديد. ارجو الاشتراك في قناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.